السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع مجددا على قناة شوات أم زينة. اليوم فيديو مختلف شوية، فيديو بمناسبة احتفالات بالأعياد الوطنية في الكويت. أنا خلال فترة العيشة اللي عشتها في الكويت هنايا، كل سنة كانت كتعجبني الطريقة اللي كيحتفلوا بها بالأعياد الوطنية ديالهم، المظاهر الفرحة اللي كتشوفها في الشوارع، في البيوت، في المحلات، عجبتني بزاف. قلت أنا هذا العام إن شاء الله نشارك معكم الأجواء ديال الاحتفال والمشاركة ديالي. أنا شاركت هذا العام، شاركت شعب الكويت فرحة ديالهم بالعيد الوطني والتحرير، وقلت غنشارك معكم وتشوفوا كيفاش الأجواء ديالهم. ما شاء الله حتى في الحلويات الفطائر كيكونوا مزينين بالأعلام الوطنية أو بالاسم ديال دولة الكويت أو بالعلم الوطني ديال الكويت، فطائر حلويات شوكولات بحال هاد الاشكال هادو ديال الشوكولات مزوقين بالاعلام والشعارات بالالوان بحال هذا العلم الوطني معدل بالشوكولات. مظاهر الاحتفال رائعه في الطرطات، في لي جاتو. وتا انا شاركت هذا العام، غتشوفوا معايا، تبعوا معايا غتشوفوا شني شريت وشني عدلت، تشوفوا معايا في هذا الفيديو هذا. شوفوا تبارك الله كيفاش كيكونوا لي باتيسري، المحلات ديال الحوايج، محلات لي اكسسوار، يعني كيكون واحد الرواج اقتصادي وواحد المظاهر البهجه في الشوارع كتكون صراحه مزيونه. شوفوا الطرطه كيفاش معدله على شكل الخريطه. وانا بدوري شاركت وعدلت هاد لي كاب كيك بالالوان ديال العلم الوطني ديال الكويت، وقلت نشارك معكم وتشوفوا معايا كيفاش عدلت هاد الكاب كيك. غتشوفوا في فيديو معايا ان شاء الله جميع التحضيرات اللي عملتها انا، تحضيرات بسيطه شاركت هاد الشعب الطيب، شاركته في احتفالاته بالاعياد الوطنيه كيف راحوا بزاف بهذا العيد هذا. انا عجبتني وقلت كنتمنى حتى في المغرب نشوف انا في الاعياد الوطنيه ديالنا هاد المظاهر ديال الفرحه والابتهاج، المحلات كامله كتزين بالالوان ديال الاعياد بحال اللي كتشوفوا هنايا في المجمعات. يعني جميع المحلات كتجبرها مزينه بطريقتها، الوان الاعلام الوطنيه، الرواج الاقتصادي كيكون. تشوفوا معايا هنا انا مشيت باش نشري الملابس ولي زاكسسوار للعواول لولادي بالعيد، لان كلشي كيخرج وليداته لابسين حوايج بالالوان ديال الاعياد الوطنيه. شوف معايا المحلات ضروري في الواجهه غتجبر معروض لي زاكسسوار هادو ديال الشعر ديال البنات، هاد الاعلام الصغيره هادي غنشريها انا باش نزوق بها الكاب كيك. غادي تشوفوا معايا الطريقه كيفاش غنعمل لهم. وهاد الستيكرز، العلاقات، الاعلام، طرابش، بوفاندات، كاسادورات، يعني واحد تشكيله. وكل واحد كيفاش كيخرج، كل واحد شنو كيلبس. شوفوا هنايا الاجواء ديال البرد، فكاين الكاسادورات، كاين الحويجات، كاين الكسيوات، فواحد رواج اقتصادي مزيون. انا عجبني هي من ناحيه ديال الرواج، يعني كتكون بحال شي مناسبه من المناسبات اللي كنحتفلوا بها، وكيكون الاجواء ديال الاسواق مزيونه. وهذا نفس الشيء هنايا، وهذا اللي عجبني صراحه. الله تمنيت انه حتى حنا في الاعياد الوطنيه ديالنا في المغرب يكون نفس الشيء، منه احتفال وترسيخ للاعياد الوطنيه في الاذهان ديال الاطفال، ومنه رواج اقتصادي في جميع يعني في المحلات، الحوايج، الماكله، لي باتيسري، لي ريستورون، مطاعم، كلشي. هنا يشوف الحويجات العصغارين، حتى المونوس ديال العصغارين حتى هما بهذا. انا شريت هادو لولادي زياد وزينه، شريت لهم جوج ديال الجيليس بهذا الشكل هذا، الاجواء ديال البرد، شريت لهم هادو. معايا هنايا واحد صديقه فيليبينيه جات معايا، شوفوا الطرابش، بوفاندات، كلشي، يعني واحد الشيء كيكون راه، يعني الاجواء في الاسواق كتكون صراحه مبهجه، تبغي غير تشري. هنايا مشينا كنزيد نفتش زينه، قلت على الله الا جبرت شي حاجه اخرى ما ندير لها شي ديك تجي لي. هذه جينيفر صديقه فيليبينيه هنايا، هي كتقول لكم السلام. نمشيو هنايا غادي نشوف غير واحد الجهه اخرى. انا صراحه الوقت ما عنديش، انا كنت غندوركم في محلات بزاف وكاينه اشكال بزاف، ولكن الصراحه كنخرج غير من الخدمه دغيا، خصني ندوز نشري ونمشي للدار. هنايا جينا نشوفوا على الله نجبر شي كسيوان زينه نصين ديالها، ما جبرتي، ففي الاخر رصيت على ديك الجيلي اللي شريت لها هي وخاها، شريت لهم فحال عطيتهم. شوفوا هنايا اللبسات البنات، وهذا كيكونوا بالالوان، وهذا الشيء كامل نهار الاعياد يومين كتجبر الاطفال وحتى الناس كبارين، كل شيء لابس حاجه فيها علامه ديال العالم الكويت، اي حاجه من كتبين مظاهر الاحتفال بالعيد. هنايا طلعنا من هذا المجمع، غادي نمشي نشوف غير نزينه نخلي ولاد الشعر. الا كان الوقت كنت غادي ندوركم في هذه المجمعات، لان مزيونه كيكونوا فيها التخربقات الزيتونه. انا كيعجبوني هذه المحلات، كنبقى نجي نبقى نخربق فيهم. هنايا جيت نشوف الخليولات مزينه. شوفوا هنايا بالنسبه للبنيتات، الخليولات الشعار، بوندوس، طريبشات، كل شيء كيكون بهذا اللوغو ديال دوله الكويت او علم الكويت او الوان العالم ديال الكويت.
انا اشوف هذا البندوش شحال مزيون، ديت له هذاك وشوفوا هنا التشكيله ديال الخليولات، وجيب هذا الشعار صراحه مزيونه، كيكونوا البنات هنا كيشريو وكيكون زعما اجواء كتعجبني انا صراحه عليها، قلت نشاركها معكم عجباني، وتمنيت نشوفها حتى حنا في الاعياد الوطنيه ان شاء الله في المغرب يكون نفس الاجواء. صافي شرينا وغنمشيو فحالنا. جات معايا جيني، اخترنا انا وياها بحال قلت لكم اجواء رائعه. هادو اللي شريت انا نوريهم لكم، شريت لهم جيلي زينه، شريت لها هذا اللي على الشمال، وزيا شريت له على اليمين، وزينه شريت لها بوندو ضروري، وجبت هذا الشعر شوفوا باكية كامله بالالوان ديال العالم، شي حاجه مزيونه فعلا. هذا اللي شريت وصافي، وندوز نعدل الكب كيك. هنايا الكب كيك ما عدلتوش يا البنات، شريتو هذا بحال الكب كيك ديال الدار. فانتوما انا عندي واحد الوصفه ديال الكب كيك اللي بالشوكولاته، بغيتو تعتمدوها انتوما متكون في الاعياد الوطنيه، اللي بغى طبعا يجرب. المهم انا هاد الكب كيك هادو انا شريتهم، الكريمه الزبده المعتاده اللي عندي في القناه، عندي جوج الانواع، كريمه الزبده بلا بيض، وكريمه الزبده السويسريه اللي هي بالبيض. هنا عندي لي بوش كنوجدهم لان عندي اربعه الالوان، وعندي الكريمه خليت اللون الابيض، وعندي الكريمه لونتها بالخضار وبالحمر والكحل، ما عنديش يكونوا كحل فاعتمدت الشوكولات. هادو الاعلام اللي شريتها باش نزوق بها الكب كيك، شريتها جوج الانواع. اول حاجه غنشبر كب كيك، غادي نرسم فيها الخطوط ديال العالم باش نحدد الالوان، باش يجيني الزواقه معوطه ما تجيش مخربقه. يعني رسمت الشكل ديال العالم وغادي نبدا نزوق.